من أصل مغربي، من أخطر زعماء المافيا في تاريخ هولندا وبلجيكا، قدر يغرق أوروبا في الحشيش والكوكايين. الانتربول عطاو مليون أورو اللي عاونو يشدوه، دار ثلاثة العمليات تجميل باش ما يعرفو حتى واحد، كون علاقات مع المافيا الكولومبية المكسيكية الإيطالية البوسنية والإيرلندية. الجنرال الإيراني قاسم سليماني كان كيكلفو بكاع مهمات الاغتيال لصالح الحكومة الإيرانية. زعيم عصابة ملائكة الموت، مرحبا بكم معنا ستوري في قصة رضوان الطاغي. في 20 ديسمبر 1977، في جامعة باب برد إقليم شفشاون، غادي يتزاد رضوان الطاغي. 1980 العائلة ديالو غادي تقرر تهاجر من المغرب، وغادي يسافروا ويستقروا في هولندا، وبالضبط في مدينة أوتريخت اللي كانت عامرة بالمغاربة ديك الساعة. رضوان غادي يدخل المدرسة وغادي يعيش طفولة عادية، بلو كان متفوق في الدراسة ديالو. الأعوام غادية ورضوان تيكبر وتيكبر معاه الحلم ديالو، كان باغي يحسن من الوضعية المادية ديال العائلة، يعيش مزيان ويستمتع بالحياة. ومن بين الأحلام ديالو أنه يشري موتور كبير، وبسبب المرض ديال الأب ديالو اللي خلاه يجلس في الدار بلا خدمة، الحالة المادية ديال العائلة غادي تدهور. هنا رضوان اللي كانت عنده 14 عام بدا كيفكر كيفاش يقدر يعاون العائلة ويكمل الطريق للحلم ديالو. في الحي اللي كان ساكن فيه كانت واحد المجموعة سميتها الباد بويز. هاد المجموعة كانت معروفة بالمواطر الكبار اللي كانوا عندهم، وكانت الخدمة ديالهم السرقة وتجارة المخدرات. هنا رضوان غادي يتقرب منهم بحكم انه منين كان صغير هو كيحلم يكون عنده موتور كبير. غادي يبدا معهم في اعمال السرقة بالنشل، يعني كيكونوا غاديين بالمطر حتى كتبان لهم الهوته وكيديروا خدمتهم. المهم رضوان غادي يعجبهم في الخدمه، حيت كان كيدير كاع داكشي اللي كيطلبوا منه، وغادي يكسب الثقه ديالهم. يعني غادي يفكروا انه يقدر يعاونهم اكثر في تجاره المخدرات ديالهم، وغادي يشريو ليه موتور كبير ويكلفوه يفرق الحشيش في مدينه اوتريخت. رضوان غادي يحس براسو بدا كيحقق الاحلام ديالو، الموتور اللي كان كيحلم به عنده، الفلوس داخله سهله. غادي يتبلى بالقصاير ولي بواط دو نوي، وفي واحد الليله كان قصار كيف العاده، حتى جا عنده واحد خونا كيتبسل عليه وبغى يحقرو. هنا صاحبنا رضوان ما عطلوش، هز قرعه ديال الزاج ونزل عليه للراس، طاح كاو دميات في الارض. لي فيدور ديال لابواط صحاب ليهم قتلو، وباش ما يديروش مشكل شدو رضوان وعيطوا ليه على البوليس. وهنا غادي تكون اول شده ديالو، وحكموا عليه في 1992 بربع شهور بتهمه الضرب والجرح. هاد المده اللي دوز في الحبس وبلاص ما تخليه يرجع من هاد الطريق غير ما زاد صغرقاتو فيها، غادي يتعرف على مجرمين مغاربة، وغادي يتفاهموا باش يكونوا عصابة ديالو منين يخرجوا ويسالي مع العصابة الباد بويز. وبالفعل دوز رضوان 4 شهور وخرج وتلاقى مع صحابو اللي كانوا معاه في الحبس، بداو كيشريو الحشيش وكيفرقوه في المدينة. بحكم الأصول ديال رضوان اللي كانت من باب برد في إقليم شفشاون واللي معروفين بزراعة القنب الهندي، غادي يشط الطريق ويجلس مع دوك الفلاحة ويتفاهموا باش يبقاو يصيفطوا ليه الحشيش يبيعه في هولندا. في الأول بدا بكميات صغيرة، ولكن بحكم لاكاليتي اللي كانت عنده السلعه غير كتجي كتفرق، والكميات غدا وكتزاد. رضوان بدا كيدير الفلوس وكيدير بلاصتو في السوق، حتى ولا كيبيع بالقرول لبزناس اللي كانوا في هولندا. رضوان بدا كيدير المعارف في البوليس والديوانه باش يقدر يدوز السلعه ديالو بلا ما يهضر معاه حتى واحد. وفي 2000 رضوان اللي ولات عنده 24 عام غادي يولي عضو في منظمه موكرو مافيا، اخطر تنظيم في العالم، اللي كانت جامعه لعصابات المغاربه ديال هولندا وخدامه من السبعينات، وغادي نخصو ليها حلقه خاصه حيت عليها ما يتقال. المهم رضوان دار لاباس ودار بلاصتو في السوق، ولكن هادشي ما كانش كافيه، كان كيحس براسو مازال خصو يكبر، وغادي يفكر يطور التجاره ويبدا مع العصابه ديالو في 2005 يتاجروا في الكوكايين. وداكشي اللي كان غادي يهبط لكولومبيا وغادي يتلاقى تما بزناسه ديال الكوك اللي غادي يتفاهم معاهم باش يبقاو يصيفطوا ليه الكوكايين لهولندا. رجع وتلاقى مع واحد صاحبو اللي خدام في الديوانه واللي كيسهل ليه الدخله ديال الحشيش من البور، وغادي يتفاهم معاه باش يبقى يدخل حتى الكوك اللي غادي يجيبها من كولومبيا مقابل الفلوس. بالفعل العصابه ديالو بداو كيبيعوا الحشيش المغربي والكوكايين الكولومبي، هادشي اللي ما غاديش يعجب العصابات اللي كانوا في هولندا وحاكمين السوق ديال الكوك، وغادي تنوض حرب بيناتهم. وهنا كيجي الدور ديال العصابه ديال رضوان اللي سماها ملائكه الموت. اي واحد كيفكر يوقف في طريق التجاره ديال رضوان او ديال موكرو مافيا سواء في الحشيش او في الكوكايين كيصفيو عليه. حتى لهنا رضوان ما كانش معروف عند المخابرات ديال هولندا، حيت واخا تشد فاش كانت عنده 14 عام، ولكن بحكم انه كان قاصر فغادي تحيد ليه من السجل العدلي. دونك من غير شويه ديال المخالفات ديال السرعه
الكازي الجوديسير ديالو كان نقي وهذا شي عاونو باش يخدم مرتاح. ومافيا غادي يعيقوا بهم وغادي يصفيوا الجوج من عصابة التيرتلز وخطفوا جوج وحدين اخرين. اللي بقى من العصابة هرب وتخبع ما بين المغرب ودبي. نضت الحرب ما بين موكرو مافيا والعصابة ديال مارتا بقات عامين وماتوا فيها بزاف ديال الرجال ديال العصابات بجوج، حتى جا الدور على مارتا وقدروا انهم يقتلوه في 22 ماي 2014 بكثر من 80 قرطاسة ديال كالاشنيكوف. في هذا الوقت رضوان الطاغي خدام في البيع والشراء ديالو وقدر يستغل هذه الحرب اللي نايضه باش يولي على الراس ديال منظمه موكرو مافيا، وفي نفس الوقت خدام على عصابه ديالو ملائكه الموت ومازال مخبى على البوليس والمخابرات لا ديال هولندا لا ديال بلجيكا. حتى ناض واحد الصحفي سميتو مارتين كوك وبدا كيكتب على رضوان بشكل يومي، وكان هو اول واحد غادي يجبد سميتو، ولكن الطاغي ما عجبوش داكشي اللي كان كيكتب مارتين ودار كونطرا على الراس ديالو. من بعد ثلاثه ديال محاولات القتل اللي فشلات قدروا ملائكة الموت يوصلوا ليه ويصفوا ليه في 8 ديسمبر 2016 في واحد الباركينغ في الطوموبيل ديالو. ومن هنا ولات السميه ديال رضوان الطاغي كتجي في تقريبا كاع لي زافير ديال الاقتلال اللي كانت نايضه في هولندا. ولكن رضوان ما كيخاف من والو، جمع الفلوس ديالو وقصد كولومبيا باش يجيب اكبر كميه ديال الكوكايين لهولندا. تلاقى مع كلان ديال غولفو اللي كيخدم مع موكرو مافيا في التجاره ديال الكوك وتفاهم معهم على 40 طن. وباش تكون عندكم فكره، طن ديال الكوك كيشريها بتقريبا مليون ديال الاورو، كتباع في اوروبا فاسيلمون ب 180 مليون ديال الاورو. هادشي ما بقاش كيخلع صاحب رضوان، شاري الطريق والديوانه، غادي يبقى معاهم حتى غادي يوجدوا ليه السلعه وغادي يخلصهم ويرجع بحالو لهولندا. هنا غادي يتلاقى مع صاحبو الديواني وغادي يقول له خصك تحل معايا عينيك مزيان هاد المره حيت 40 طن جايه. قال له كون هاني وحسبها عندك. الديواني هاد المره طمع وقال هادي هي الضربه المزيانه. غادي يعيط لاربعه ديال البزنسه كبار في هولندا، جوج مغاربة وجوج هولنديين، وغادي يقول لهم عندي شي سلعة ديال الكوك خصني نصرفها وتفاهم معهم على الثمن. والنهار فاش غادي توصل لربعين طن، الديواني هز التليفون وعيط على رضوان قال ليه السلعة راه تشدات. هنا رضوان دخلوا الشك، جلس مع الديواني وقال ليه ما يمكنش السلعة تشد بلا ما يبيع بيا شي واحد. باش يبعد عليه الشبهة لصقها في واحد صاحبو في الديوانة، قال ليه راه داك صاحبنا هو اللي دكلارا بيك. رضوان بقات فيه الشمتة وهو يصيب الديواني رجع لدارو حتى كيلقاهم كيتسناوه. تيراو فيه وقتلوه، غادي يركبوا في الموتور اللي جاو به وغادي يهربوا. هنا الجيران ديال داك الديواني سمعوا القرطاس، منين خرجوا كيلقاوه غارق في دماياتو. عيطوا على البوليس وقالوا لهم راه كاينه واحد الجريمه ديال القتل. في نفس الوقت هادوك الجوج هاربين بالموتور وزربانين غادي يشوفوهم شي بوليس غاديين بسرعه وغادي يوقفوهم باش يكونتروليوهم. هنا غادي يكتشفوا ان الموتور ما عندوش الاوراق، بداو كيقلبوهم وما يلقاو السلاح وعرفوا عندهم علاقه بجريمه القتل ديال الديواني. داوم البوست ديال البوليس وبداو كيحقوا معاهم ولكن ما بغاوش يهضروا. في هذا الوقت البوليس داروا الخبره على القرطاس باش مات الديواني والسلاح اللي لقاوه معاهم، ولقاوهم مطابقين وعرفوهم هما اللي قتلوه. رجعوا عندهم وقالوا لهم راه عرفنا باللي نتوما اللي قتلتوه، دابا غير قولوا لينا شكون اللي صيفطكم ولا غادي تاخذوا العقوبه كامله غير بوحدكم. ولكن واخا هكاك ما قالوا لهم والو حيت خايفين. هنا واحد البوليسي غادي يكون شويه ذكي، غادي يقول لهم غير قولوا لينا شكون صيفطكم وراه غادي نعتبروكم شهود، غادي تاخذوا عقوبه مخففه وغادي نديوكم لواحد السجن ما يقدر يوصلكم فيه حتى واحد. هنا واحد منهم غادي يقول لهم راه رضوان الطاغي هو اللي مصيفطنا، وبحكم ان رضوان كانوا عنده صحابو في البوليس غادي توصلوا الخبر في البلاصه وغادي يعرف انه ولا ريشيرشي وما بقى عنده ما يدير في هولندا. غادي يمشي لبلجيكا وغادي يدير عمليه التجميل الاولى باش ما يعرفوا حتى واحد، صاوب ورق جداد وبقى خدام من تما. حتى لواحد النهار غادي يقولوا ليه الرجال ديالو بلي السلعه اللي جبنا من كولومبيا راه كتباع في هولندا، بحكم ان رضوان كان كيدير واحد الرمز سبيسيال في كل سلعه كيدخلها. هنا رضوان غادي يحس براسو دايره به الديواني وغادي يقول لهم يجيبوه ليه، وبالفعل ما غاديش يعطلوه وغادي يخطفوه حتى غادي يلقى راسو في واحد الفيلا في بلجيكا. رضوان سولو قال ليه واش عرفتيني، الديواني قال ليه لا، وهنا كانت الصدمه ديالو. قال ليه انا رضوان الطاغي وهذيك السلعه اللي شفرتي ليا دابا غادي تقول ليا لمن بعتيها. هنا الديواني عرف راسو الى اعترف رضوان غادي يقتلو، دونك بقى تينكر وما قال ليه والو. بداو كيعذبو فيه والو. رضوان قال ليه انا ما عندي ما ندير بيك، انا بغيت نعرف السلعه ديالي عند من كاينه، دابا الا ما قلتي لياش لمن بعتيها غادي نخليك هنا حتى تموت بشويه بشويه، من الاحسن ليك اعترف وغادي نرجعك لعائلتك. هنا الديواني غادي يعيا وغادي يقول ليه السلعه ديالك شراوها اربعه ديال العصابات وها شكون. فعلا رضوان عطاه ياكل غيسال الماكلة ويتيري فيه وقتلو.
هضر مع العصابة الأولى اللي كانت هولندية، هضر مع الرئيس ديالها، قال لي هذيك السلعة اللي شريتي من عند الديواني راه ديالي ودابا بغيتها. هذاك الزعيم ديال العصابة قال لي ما غادي نعطيك والو، واللي في جهدك ديرو، وقطع عليه التليفون. ما دازت 48 ساعة غادي يلقاوه مقتول ومكتوبة ملائكة الموت. هذا كان ميساج واضح أن كاع اللي كيوقف طريق رضوان الطاغي هذه هي النهاية ديالو. رضوان هز التليفون وهضر مع زعيم العصابة الثانية اللي كانت مغربية، وقال لي بغيت السلعة ديالي. الرئيس ديال العصابة بحكم أنه مغربي وكيعرف رضوان اش كيسوى، قال لي أنا ما كنتش عارف السلعة ديالك، ولكن أنا دابا شريتها، غادي تخليني نبيعها نرجع فلوسي والربح غادي نعطيه لك. اتصل رضوان بالعصابة الثالثة اللي كانت هولندية، وغادي يبغي يدير معاهم نفس الحل اللي لقاه مع المغربي، كانت هي مغربية، وبغى يوصل معاهم لاتفاق، ولكن الرئيس ديالها منين شاف رضوان شنو دار في جوج عصابات الاخرين، وبحكم انه ما كانش باغي يرد ليه السلعه غبر، وتا واحد ما عرفو فين كاين. رضوان عطى مكافاه ديال 10000 اورو اللي يجيب ليه الخبر ديالو، ولكن ما عندوش الاثار. السمعه ديال رضوان الطاغي والعصابه ديالو ملائكه الموت في القتل ولات سابقه، ولاو معروفين على الصعيد العالمي. هادشي اللي غادي يخلي المخابرات الايرانيه تواصل معاه باش يجندوه ويولي عميل ديالهم في اوروبا وينفذ ليهم عمليات الاغتيال. وبالفعل داكشي اللي كان. من بعد غادي تجي اوامر ان واحد المعارض للمرشد الاعلى ديال ايران كيخسر الصوره ديالو وكيشوهها وخاص يقتلو، عطاوه فلوس صحيحه باش ينفذ العمليه. رضوان وافق بلا ما يفكر، وبالفعل قتل هذاك المعارض. هنا هولندا شافت بلي رضوان ولا كيشكل خطر عليهم وما غاديش يقدروا يشدوه بوحدهم، عطاو الدوسي ديالو للانتربول وصنفوه كاخطر مجرم في هولندا. هنا رضوان وصلوا الخبر ودار عمل على ان رضوان الطاغي مشى لكوستاريكا، ولكن في الحقيقه هو بقى غير في بلجيكا. المخابرات الهولنديه والانتربول قلبوا عليه حتى عياو، واتصلوا بالمخابرات ديال كوستاريكا وحتى هي ما لقات والو. صاحبنا رضوان بقى خدام على العصابه ديالو، الحشيش والكوكايين كيتفرقوا، وايراني الا بغات تغتال شي واحد كيتصلوا به. حتى لواحد النهار غادي توصل ليه الخبر على ان رئيس العصابه الرابعه اللي خدا ليه الكوكايين ديالو كاين في المغرب، وبالضبط في مدينه مراكش. كلكم عاقلين على العمليه اللي وقعت في 2017 في القهوه ديال لاكريم في مراكش، ومات فيها شاب تيقرا الطب اللي كان جالس كيشرب قهوه وما داير لا بيديه لا برجليه. اللي نفذوا العمليه ومن بعد التحقيق ديال البوليس المغربي معاهم غادي يعترفوا بلي رضوان الطاغي هو اللي مصيفطهم باش يصفيوا المول القهوه وخوه. ولكن ولسوء الحظ ديال داك الشاب، مول القهوه شاف هاد الجوج ديال الرجال، وبحكم الخبره ديالو في العصابات والاصول ديالهم، واحد فيهم كان من الدومينيك والاخر من السورينام، عرفهم ما جايينش سياحه، وغير ناضوا خرجوا من القهوه وهو ينوض مشى حتى هو. منين رجعوا بقاو عاقلين على البلاصه فين كان جالس، جبدوا الفراده وتيراو في داك الشاب وقتلوه. هنا رضوان ولا ريشيرشي حتى من المخابرات المغربيه، وما ادراك ما المخابرات المغربيه. المهم الحكومه الهولنديه وبحكم ان رضوان ما عندوش الاثر غادي يحكموا غيابيا بالمؤبد. 48 ساعة موراها القاضي كان مقتول. هنا غادي تعرفوا كلكم شكون اللي قتلو. انتربول غادي يديروا مكافأة ديال مليون اورو اللي يعطي شي معلومة تخليهم يشدوه، ولكن شكون هاد الحمق اللي غادي يبرقق برضوان؟ رضوان الطاغي ولف عملية التجميل، غادي يدير ثالث عملية وخرج ورق جداد وغادي يسافر لدبي. الامارات ومن 2010 ولات هي الالدورادو ديال لي ترافيكو، ولا عايش حياة رفاهية ومدور الخدمة ديالو في هولندا اديستانس. وكاين اخبار اللي كتقول انه هو اللي كيدخل الكوكايين للامارات بحمايه اجهزه المخابرات الايرانيه، في المقابل كيتكلف لهم باي عمليه اغتيال بغاوه في العالم كامل. المخابرات المغربيه ما نساوهش، وغادي يعرفوا ان رضوان كاين في الامارات، وبحكم التعاون الامني اللي كاين بيناتهم وبتنسيق مع المخابرات الاماراتيه، قدروا في 16 ديسمبر 2019 مع 3 ديال الصباح يشدوا رضوان اللي كان عايش في واحد الفيلا في دبي. الامارات واخا ما كانش عندها اتفاقيه تسليم المجرمين مع هولندا، الا انها في لافير ديال رضوان الطاغي سلمتو ليهم بعد 48 ساعه باش شدوه، وهادشي راجع للخطوره ديالو. رضوان غادي يوصل لهولندا وغادي يحطوه في سجن اوبي مع اكبر المجرمين. في المحاكمه ديالو رضوان ما كان تيجاوب على حتى شي سؤال، الجمله الوحيده اللي كان تيقول هي اجاكس هو فريقي المفضل، زعما كيتهكم على القاضي. اكثر من 70 واحد كانوا تحت الحمايه ديال اجهزه الامن حيت كانوا من الشهود في القضية، وحتى المحاميين ديالهم كانوا كيدخلوا للمحكمة لابسين لي كاغول باش ما يتعرفوش ويزيدهم رضوان في الليست نوار ديالو اللي كان فيها محاميين صحفيين تجار مخدرات وزيد وزيد. رضوان كانوا عنده حلفاء من العالم كامل، ومن أهم الشخصيات
رافائيل امبريال، عضو في عصابة لاكامورا الإيطالية واللي كان من أهم تجار المخدرات في العالم، وتشد في 2021 في دبي من بعد ما سرق جوج ديال لواحات ديال فان غوغ ولقاوهم في وحدة من الفيلا ديالو في نابولي. جورنال تيليغراف خرجوا مقال فيه باللي بنت رافائيل مزوجة بولد رضوان الطاغي وعايشين بجوج في دبي، كانت عنده علاقة مع كارتيل تيتو إيدينو من المافيا البوسنية، كارتيل ديال نورتي ديال فالي من المافيا الكولومبية، دانيال كينان من المافيا الإيرلندية، كارتيل سينالوا المكسيكي، والجنرال الإيراني قاسم سليماني. رضوان واخا مشدود في أخطر سجن في هولندا، ولكن مازال على اتصال بالعصابة ديالو، وكيقولوا أن المحامين ديالو هما اللي كيوصلوا ليه الميساج وكيعطيو الأوامر ديالو للعصابة. إلا عجبتكم القصة ديال اليوم وبغيتوا قصص أخرى خليوهم ليا في الكومنتير، وديروا لايك باش هكا تشجعوني أنني نكمل. كنشكركم على المتابعة، وإلى حلقة أخرى من حلقات نيس ستوري.